هذه عملية جمع الأشخاص بدون مأوى ثابت تمت اليوم، وهي بناء على تعليمات السيدة الوزيرة باش تكون تعمم على مستوى كل الوطن، وتكون صيرورة دائمة في الوقت. والوبجيكتيف تاعنا هو باش ما يكونش حتى واحد في الشارع، وما كان حتى واحد يبات في الشارع، كل نوفر لهم إن شاء الله المبيت في على مستوى السامي سوسيال. ومدة حجر صحي هي 14 يوم، وبعد هذا 14 يوم نوجههم للمؤسسات المختصة، سواء ديار الرحمة ولا مركز الأشخاص المسنين.